السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد حسن من جلوبر أوفرسيز جروب. زي ما أنتم شايفين النهاردة أنا في أحد أكبر المصانع اللي بتعمل خطوط الإنتاج أو ماكينات الأكياس الورقية بمختلف أنواعها وأشكالها. إن شاء الله اللي مهتم بمجال تصنيع الأكياس الورقية إن شاء الله يتابع الفيديو ده، والفيديو إن شاء الله يكون مفيد ليه. طبعا بالنسبة للماكينات في المصنع هنا بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول اللي هو الفلات بوتوم، زي ما انتم شايفين الكيس بيكون بالشكل دون من الجنب بالشكل دون، والأسفل الكيس بيكون بالشكل دون. النوع الثاني من الأكياس أو الماكينات هنا الحاجة اسمها السكوير بوتوم أو الأرضية اللي هي المربعة، زي ما انتم شايفين لو أخدنا بالنا ده الأرضية بتاعة الكيس كما هو موضح بالشكل دون. ده نوع تاني من الماكينات. اذا احنا عندنا نوعين، النوع الاول من الماكينات اللي هو الفلات بوتوم او الارضية المستوية، والحاجة التانية اللي هي الارضية المربعة او اللي هي السكوير زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا بالنسبة للماكينات بتاعة الفلات بوتوم طبعا بيكون في اكتر من موديل، الموديل اللي بيبدأ معانا يعمل من عرض الكيس 70 لحد 250 ملي، وبالنسبة للطول بيبدأ من 100 ملي لحد 450 ملي. طبعا الموديل دون بيكون حوالي 70 متر بالدقيقة. المقاس الثاني او الموديل الثاني من الماكينات ده بيعمل من 70 لحد 350 ملي عرض، والطول بتاعه بيبدأ من 150 الى 700 ملي، وده السرعة بتاعته حوالي 140 متر في الدقيقة. طبعا بالنسبه للماكينات اللي بتعمل الفلات بوتوم دي او الارضيه المستويه، ممكن يضاف عليها اللي هو الويندو او القطعه اللي هي بتكون موجوده هنا اللي هي الشفافه اللي هي دي، ممكن يتضاف هنا. يبقى اول حاجه ممكن يتضاف للماكينات او الوحدات الاضافيه اللي ممكن تضاف للماكينه وحده الويندو او البلاستيك الشفاف ده داخل الكيس، ممكن يتعمل احجام مختلفه لحد العرض بالكامل ممكن يتعمل شفاف. الحاجة التانية اللي ممكن تضاف هنا كوحدات إضافية إن هو يتم إضافة ليبل أو لاصق، سواء اللي هو الوان فيس أو الدبل فيس، بحيث إن أنت ممكن تتني الكيس كده وتقفله بعد الانتهاء. يبقى إذا الماكينات بتاعت فلات بوتوم ممكن يتضاف فيها الويندو وممكن كمان يتضاف فيها الليبل. يبقى إذا دي من الماكينات اللي بتعمل الفلات بوتوم. طبعا بالنسبه للماكينات بتاعه السكوير بوتوم فيها اكثر من موديل، حوالي 3 موديلات بتعمل مقاسات مختلفه، وبتعمل كمان الارضيه بتاعه الكيس بمقاس مختلف. طبعا اول موديل بيجي من 80 الى 200 ملي عرض، ومن 190 ل 370 ملي الطول، وكمان بالنسبه للعرض بتاع الارضيه دي يعني بيبدا من 50 الى 150 ملي. طبعا الموديل دون بيكون سرعته 250 قطعة في الدقيقة. هنا بقى في الموديلات دي بتبقى بالقطعة، بتبقى 250 قطعة. طبعا المقاس اللي احنا قلناه دون اللي هو بيكون المقاس بتاع الكيس من البداية هنا لحد النهاية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المقاس دون الطول بيكون من اول هنا لحد تحت خالص اللي هو هنا. طبعا المقاس الطول اللي احنا ذكرناه في الفيديو من شوية بيكون عبارة عن المقاس كده، يعني المقاس الطول بيبدأ من هنا لحد هنا، ده المقاس الطول اللي احنا ذكرناه. طبعا بالنسبة للموديل الاولاني زي ما ذكرنا بيبدأ من 80 ل 200 ملي عرض، وبيبدأ من 190 ل 370 ملي طول، وشرحنا الطول بيبدأ منين وينتهي فين. وبالنسبة للأرضية اللي هي السكوير بوتوم دي بيبقى عرضها من 50 ل 105 ملي متر. طبعا بالنسبة للموديلات بتاعة الماكينات بتاعة الأرضية المربعة دي بتتحسب بالقطعة. الموديل الأولاني اللي احنا ذكرنا التفاصيل بتاعته، طبعا الحد الأقصى للسرعة في الموديل ده 250 قطعة في الدقيقة. الموديل الثاني بيكون العرض بتاع الكيس من 120 إلى 320 ملي متر، وبالنسبة للطول بيبدأ من 270 إلى 530 ملي، وبالنسبة لعرض الأرضية بيبقى من 60 إلى 180 ملي متر. الموديل الثاني ده السرعة بتاعته بيكون 250 قطعة في الدقيقة.
بعد كده الموديل الثالث بالنسبه للطول بيبدا من 270 الى 530 ملي، وبالنسبه للعرض الارضيه بيبقى من 80 الى 180 ملي متر. الموديل ده بيكون السرعه بتاعته 150 قطعه في الدقيقه نظرا للحجم بتاعه بيكون كبير. دي الخمس موديلات تقريبا اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا بالنسبة للماكينات بتاعة الأرضية المسطحة، احنا قلنا في الأرضية الفلات ممكن نحط حاجات إضافية اللي هي الويندو والبلاستيك، وكمان ممكن نحط الليبل. الماكينات اللي هي الأرضية بتاعتها مربعة ممكن يكون الحاجات الإضافية ان احنا نحط ويندو، سواء الويندو اللي هي تكون تيجي في المنتصف او تيجي بعرض الكيس كامل، او تكون هنا الويندو في المنتصف بشكل دائري. الحاجة التانية اللي ممكن تضاف في الماكينات اللي هي بتعمل الأكياس ذات الأرضية المربعة، هي ميزة ان انت ممكن تحط يد للشنطة او تعمل يد للكيس، فاذا انت ممكن تضيف هنا وحدة قطع بحيث ان هي تعمل لك هاند او ايد تقدر تمسك منها الكيس. طبعا هنا الجزء دون هو جزء عبارة عن سنسور بيتحكم في كمية الغيرة اللي تتحط علشان تلزق الأرضية او السكوير بوتوم، والمكان هنا بيحتاج تنظيف طبعا كل يوم تقريبا بعد انتهاء كل يوم عمل، وده بيعطي دقة لعمل الكيس، وبرضه في نفس الوقت بيعطي نظافة ان ما يخشش كمية غيرة زيادة وتكون زيادة عن اللزوم فتدي شكل وحش للكيس. فطبعا زي ما قلنا عشان الجودة هنا متوقع للمعايير الأوروبية، فكل حاجة هنا محسوبة. طبعا هم بيستخدموا هنا في المصنع بالنسبه لمكونات الماكينه بيستخدموا المكونات بتاعه الماكينه، سواء الكهرباء سواء البي ال سي بيستخدموها من انجلترا او بيستخدموها من المانيا، وبيستخدموا كمان المواتير بتاعه الماكينات هنا المواتير السيرفو اللي هي الياباني، طبعا براندات مشهوره جدا. فالجوده هنا هي تعتبر جوده عاليه جدا. طبعا المصنع هنا مصنع متخصص وكمان معاه شهادات الايزو ومعاه السي اي، يبقى اذا هو بيصنع الماكينات طبقا للمعايير الاوروبيه، وده اللي بيعطي للمصنع هنا جودة عالية جدا مقارنة بجميع المصانع الأخرى. بالنسبة للأسعار زي ما قلنا في تفاصيل كتير للماكينات، وفي أكتر من موديل، وفي أكتر من ميزة إضافية ممكن تضاف للماكينة، ولكن الأسعار بشكل عام للماكينات دي لو بتتكلم على جودة كويسة زي المصنع اللي احنا فيه الجودة بتاعته ممتازة، هو السوق بتاعه تقريبا أوروبا، تبدأ هنا الأسعار من حوالي 55,000 دولار وبتوصل لحد 130,000 دولار. ده المتوسط بتاع الماكينات. دي كانت تفاصيل الماكينات اللي بتعمل الاكياس الورقيه بشكل كامل. ان شاء الله لو اي حد عنده سؤال او استفسار عن ماكينات الاكياس الورقيه ان شاء الله يتواصل معانا على الرقم الموضح على الفيديو، او يشرفنا في مقر شركتنا في مدينه جونجو في الصين. اتمنى يكون الفيديو افادكم، وان شاء الله ننتظرني في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاعجاب ومتابعه القناه ليصلك كل جديد، ويمكنك متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك الموجودة أسفل الفيديو.